الأحبة الأكارم، من ديوان عام آل همام، المناصير، الكوام البحري، محافظة سوهاج، في حفل زفاف الكريم ابن الكرام الأستاذ خالد رجب محمد همام، سائلا المولى عز وجل أن يديم أفراحكم وأن يجعل أيامكم كلها أفراحا وأن يجعل لياليكم كلها ملاحا. وكل الشكر لأهل الكوامل عامة بحري وقبلي، وأنا أعرف مدى حبكم للدين وحشمكم وفرحكم، وكل شيء عندكم تربطونه بالدين، وهذا دليل أن هذه البلدة طيب أهلها. وقد رأيت بعيني عدد المصلين في صلاة العشاء، زادكم الله حرصا وتقوى، وبارك الله فيكم وفي كباركم وفي شبابكم، وستر الله أعراضنا جميعا وزوج شبابنا كلهم، وعوض على إخواننا المحرومين، وردنا إليه ردا جميلا، وبارك الله في أشياخنا أصحاب الفضيلة والعلم، وجزاهم الله عنا جميعا خير الجزاء. الأحبة الأكارم، الزواج نصف الدين، والإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف في الصبر ونصف في الشكر. نصف في الصبر لشبابنا الذين لا يجدون نكاحا ولم تتوافر مؤن الزواج لهم، عليهم أن يصبروا وأن يتصبروا، وفي الحديث من يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله، وفي القرآن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لا داعي أيها الشاب أن تسرف في حياتك، فهناك فرصة قادمة ستحتاج فيها إلى كل شيء حتى لا تندم، حتى لا تندم. شيخنا المرحوم الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه، صاحب فقه السنة، تخطى 80 من العمر وكان يقرقش الفول ويمص القصب، فكان تلاميذه يتعجبون: يا مولانا 80 سنة وسنانك قاعدة قوية؟ قال: نعم. قالوا: ما السر؟ قال: جوارح صناها في الصغر فأدامها الله لنا في الكبر. والمني أيها الشاب مخ ساقيك ونور عينيك، فكن مساكا، كن وقافا عند حدود الله، لأن الله جعل في مقابل الحرام الحلال، والحلال حلو. ممنوع اللواط، كبيرة من الكبائر. ممنوع السحاق، كبيرة من الكبائر. ممنوع الزنا،
من أكبر الفواحش وكبيرة من الكبائر. في مقابل هذا فتح الله باب النكاح يعني الزواج، وأنكحوا الأيام منكم يعني تزوجوا، وشريعتنا بيسرها فتحت باب التعدد، من حقك أن تتزوج أكثر من واحد، ولكن أنت مطالب بالعهد. قد يناسب غيرنا أو في أزمان مضت كان الزواج رخيصا ومقدور عليه، أما في أيامنا هذه فمن تزوج فليستمسك بزوجته حتى لا تفر منه ويضيع منه المقداف والملاح. اللي معاه وحدة يحمد عليه، زمان كان يقولوا اللي معاه وحدة يبدله، دلوقتي احنا نقول اللي معاه وحدة يوكلها كفاية. إذن النظام تغير، فالأمر يحتاج إلى فقه. أيام الجاهلية أقل واحد من الصحابة كان يجني 9. لما نزلت آيات النساء ربنا أباح التعدد لغاية 4، عايز تجدد بالشروط، تنزل وحدة وتجيب غير بالشروط. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لذلك حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده التعدد لظروف، لأن المستشرقين والكارهين والحاقدين يقول لك ده نبي مزواج، ده كان يتجوز وكان يطلق وكان يعدد شهوات. لا، هؤلاء لم يدرسوا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإنسان الكامل المكمل المكتمل. يا أخوانا سيدنا النبي ما تجوزش بكر غير السيدة عائشة، يوم تفكر في الزواج اتجوز أرملة، سبق لها الزواج مرتين. هو لو يبحث عن الشهوة يتجوز وحدة هدالة، سبق لها الزواج أكثر من مرة، وكانت خجيدة تكبره في العمر ما بين 10 و15، لكنه لم يتزوج بكرا إلا عائشة. طب أمال ليه العدد زاد؟ وحدة ما معهاش غير جوزها، واستشهد دفاعا عن لا إله إلا الله، يتركها رسول الله؟ لا، ضمها إليه ليكون المسؤول عنها فيوفر لها نفقتها ويصرف عليها ويعفها عن الزلل والحرام. يبقى ده سيدنا النبي بيتحمل، بيشيل على أكتاف، دي جوزها شهيد كان بيدافع عني وعن راية الدين، أنا ما ينفعش أسيبها. شوف الوفاء يا أخي. وخير من وفى هو حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحدة ما جوزها مات في الجاهلية ومعها ولد، وهي أسلمت وولدها أسلم واستشهد، يتركها النبي؟ تتقاذفها أمواج الحياة، تزلج في الشوارع، تمد يدها؟ كلما سار قط فوق خصها يقال كان عندها فلان وعلان؟ لا، رسول الله يضمها إلى أمهات المؤمنين حرصا على الشرف والعرض، ولتكون زوجة له في الدنيا وفي الآخرة. المسألة مش شهوات، ده مسؤوليات، مسؤوليات. لما أراد حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج السيدة أم سلمة ذهب إليه، وبعدما انقضت العدة قال: يا أم سلمة، ماذا قلت بعد استشهاد أبي سلمة؟ قالت: يا رسول الله، بسطت كفي إلى الله وقلت: اللهم اخلفني في أبي سلمة خيرا. قال: استجيب لك يا أم سلمة وأنا سأخلفك بعد أبي سلمة. اتكسفت ورح اطلل للأرض،
قال: يا أم سلمة، أريد أن أسمع الموافقة، أنا أريد الزواج منك. قالت: يا رسول الله، كل امرأة تتمنى هذا الكلام، بالذات من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو احنا نطيله دولة في الأحلام؟ قال لها: طب إيه؟ ليه في أسباب عندك؟ قالت: معذرة إليك، أنا عندي 3 أسباب يمنعوني من الزواج. قال: أخبريني، قولي لي إيه أسبابك؟ قالت: أولاً أنا كبرت سني، أنا كبرت سني، يعني موضوع الجواز أنا ما مش مشغولة به، يعني يبكي على الدنيا اللي رجع لها، يدور على الزواج والحاجات دي. الشاب والفتاة في إهاب الشباب في مقتبل العمر، إنما أنا يعني حمدت وخلاص، سوق الحلاوة جبر. قال: كبر سنك؟ قالت له: نعم. قال لها: طب دي الأولى، أنت بتقولي 3 أسباب، طب السبب الثاني إيه؟ قالت له: وأنا امرأة مصبية، عندي صبية، أنا عندي عيال، أسيبهم وروح أتجوز؟ ما ينفعش، خلاص أنا راضية بنصيبي، وهنقعد مع عيالي أحسن تربيتهم وأنشئهم على الدين والحمد لله في العالمين. قال: أنت امرأة مصبية، أما لصبية؟ قالت له: نعم. قال: هذا هو السبب الثاني، أخبريني ما هو السبب الثالث. قالت: السبب الثالث، أنا امرأة غيرة، لا أتحمل أن يكون زوجي معه زوجات أخرى، أنا غيرة خالص، الغيرة عندي شديدة خالص خالص فوق ما تتصور. كل هذه الأسباب تخليني قاعدة مكانه مرتاح، اعفني من الزواج يا رسول الله. علشان شدنا النبي عايز يجبر خطير يتحمل مسؤوليته ويؤدي الوفاء لأبي سلمة صاحبه رضي الله عنه، وهي امرأة مؤمنة. قال لها: إذن اسمعي مني كما سمعت منك يا أم سلمة. قالت: تفضل يا حبيب الله. قال: أما قولك أنك كبرت سنك، أنا أكبر منك سنا. هو أنا الأكبر ولا أنت؟ ده أنا الأكبر منك، وأنا اللي قلبك للجواز، تقولي لي أنك أنت كبرتي؟ لا، سيبك من الكبر، العريس أكبر، خلاص يبقى حجة العروسة من تاني. قالت: هذه وقد خرجنا منه، ده لسه في مشكلتين تاني كبار. قال لها: أما قولك أنك مصبية وعندك صبية، فصبيانك إلى الله ورسوله، صبيانك إلى الله ورسوله. هو أنا هضمك أنت ليا وهسيب عيالك؟ ده أنت هتيجي بعيالك وعيالك يصبحون عيالي، دول مش أيتام، تربية اليتيم أنا الذي أوصيت عليها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عيالك يربيهم أبو سلمة ولا يربيهم حضرة النبي؟ قلت له: لا، حضرة النبي أفضل طبعا. طب والثالثة، المشكلة المشاكل، وثالثة الأثافي يا رسول الله؟ قال لها: أما مسألة الغيرة فأنا أدعو الله أن يطهر قلبك من تلك الغيرة، ولتهدأ نفسك، ولينشرح صدرك، وليتطهر قلبك على بركة الله. وتزوج حضرة النبي أم سلمة وضم عيالها إلى عياله، وأصبح المسؤول عنها صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت امرأة حكيمة، كان يشاورها، وكانت زعيمة في بيت النبي لأنها من أصل كريم. وسيدنا النبي يا أخوانا ما نسبش حد وحش أبدا، لأنه كان يضرب عصفورين بحجر، يحرص على صاحبة الإيمان وكريمة الأصل. ولذلك غريبته مين؟ يا جزء من قريش، سادة العرب
يا أبناء ملوك وأمراء، يا أبناء أمور. يعني أم سلمة دي هند أبوها مالك، هند أبوها مالك، صفية بنت حي أبوها ملك اليهود في خيبر، ماريا القبطية ده من سادة مصر، من سادة مصر. يا سبحان الله، المقوقص عظيم القبط بعتها هي وأختها سيرين أو شيرين هدية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوج سيرين أو شيرين لحسان بن ثابت شاعر النبي وحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتزوج حضرة النبي ماريا القبطي. وماريا بمجرد أن رأت النبي قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال لها أنت لسه ما خدتش نفسك، ويلا عينك جات علي وجاية من مصر إلى المدينة، ما قعدتيش ودخلت في الإسلام على طول، طب لما؟ قالت لقد أرسلت في إحضار مجموعة من الرجال كانوا أحرص علي من إخوتي، فعلمت أن الذي ربى هؤلاء هو نبي الله الصادق، أشهد أن محمد رسول الله. طب والبقين يا أخوان؟ خديجة بنت خويلد ده سيدة أعمال من أشهر التجار، التجارة بتاعتها تذهب بها الإبل إلى اليمن جنوبا في الشتاء وإلى الشام والكوفة في الصيف. طيب زينب بنت جحش ده ابنة عمته، ابنة عمته حفصة ابنة عمر من بني عدي، عائشة بنت أبي بكر من بني تيم، أبوها أبو قحافة أبو بكر ابن أبي قحافة، ابن عمرو ابن عامر التيمي، وغيرها من النساء. ما ضم النبي أحدا إلى أمهات المؤمنين إلا صاحبة دين وأصل. ومالي سيدنا النبي قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. طب هو يأمرنا بكده ويخالف؟ أبدا أبدا، ده القدوة والأسوة. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. شو سيدنا النبي كده؟ ما فيش غير وحدة بس ده النمرة بتاعتها غلط، عمرة خطبها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها ملك، فلما جاءت في ليلة الدخلة دخل عليها في غرفته وقال لها يا أمة الله جهزي نفسك لأدخل عليك. فبصت له من تحت لفوق قلت له أنا ابنة ملك، قال له طيب وين مانع أنا زوجك، قلت له أتظن أن الملكة تهب نفسها للسواقة، أنت مين عشان تقول الكلام ده، أنا ملكة بالتملوك تكون أنت إيه. فسيدنا النبي حب يهديه، مد يده إلى خدها لتهدأ لتستشعر السكينة والهدوء والثقة، فنفرت وقالت أعوذ بالله منك، راح واقف قال لها عزت بمعاس خلاص قضي الأمر، وراح طلع لبر دون أن يمسها، ونادى على أسيد بن الحضير يا أسيد، قال نعم، قال اعطها نفقتها وأعطها ثوبا لها وردها إلى بيت أبويها. يا الله، حرمت نفسها أن تكون حبيبة من حبيبات رسول الله، حرمت نفسها أن تكون زوجة لسيد السادات، حرمت نفسها لتكون صاحبة لرسول الله في دنيا وإحدى زوجاته في الآخرة، خسرت كل شيء. ولا تتعجب فإنها إرادة الله. طب كثرة النسوة دي كان سيدنا النبي مرتاح؟ أبدا أبدا، سيدنا النبي لم يرى يوما يهنأ فيه، 63 سنة من الصراع، من العنت، من الإرهاق، من التعب، من الاضطهاد، من السب، من الشتم،
من الاتهامات، من التضييق، من الحصار، من الرصد، من القتال، من الدماء، من الاستهداف. إخواننا سيدنا نبزي ما شافش يوم راحة 63 سنة. الرفيق الأعلى، آخر كلمتين قالهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحياته كلها مرتبطة بالكلمتين دول: عاش لله ومات من أجل الله. احنا خدنا الدين يا اخوانا رخيص. ابويا الحج محمد، وابوك الحج محمود، وجدك الحج عبد الرحمن، وجد ابوك الحج عبد الرحيم، واحنا طلعنا مسلمين والله اكبر. لكن لا، الاسلام عزيز، الاسلام لابد له من ثمن باهظ، الاسلام فاتورته صعبه. الذين يستمسكون بالدين حاليا يقبضون على احر من الجن. فين المسلمين؟ 2.5 مليار، هل لهم وزن؟ هل عندهم أرض؟ هل لديهم عرض؟ هل عندهم نخوة؟ هل لديهم كرامة؟ هل لهم صوت مسموع؟ هل حد يقدر؟ ده العدد في الليمون يا عم الحاج، عيب. لكن أيام كان الدين سبب العزة، كان الرجل المسلم يعدل ألفا. كان سيدنا هارون الرشيد يبص للغيمة كده السحابة، يقول لها شرقي اتغربي، مطرح ما تروحي روحي، مدامها تنزلي على الأرض سيأتيني خراجك، لأنه خليفة المسلمين. من أي مكان هيجي؟ إن كانت أرض إسلامية هيجيني زكاة، إن كانت أرض غير إسلامية هتجيني عن طريق الجزية. يوم كنا سادة الأرض وكان عندنا عرض. شوف المرأة أم سلمة بتقول لسيدنا النبي: لكن امرأة غيرة عندها غيرة. طب هي الغيرة وحشة؟ لا، احنا مش فاهمين يعني ايه غيرة. هي غيرة واحدة، فيه غيرة محمودة ودي مطلوبة، غير ولا تحسد، غيرة العرض يا أخي، غيرة الكرامة يا أخي. إنما فيه غيرة، غيرة إنك أنت تتمنى زوال النعمة عن غيرك، دي غيرة محسوبة، غيرة غير محمودة، غيرة كلها بلايا وكلها رزايا. ولذلك جلس حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وحوله الصحابة الكرام يحدثهم ويصغون السمع إليه، فجاء سيدنا هلال بن أمية الواقدي أحد الصحابة الأماجد. وعلى فكرة هلال ده من ضمن الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك ونزلت فيهم آيات التوبة، وعلى الثلاث منهم هو. دخل على النبي بعد العصر والنبي يحاور الصحابة وقال: يا رسول الله، ماذا أفعل إذا دخلت إلى بيتي ووجدت رجلا يتفخز زوجتي؟ ماذا أفعل؟ أنا روحت البيت لقيت واحد بيزني في مراتي، أعمل إيه؟ سيدنا النبي مرضيش يرد عليه، لأنه سيدنا النبي المبدأ يستر. ده رجل ده يفضح كأنه لم يسمع، هو طبعا جاي قلقان وعرقان ومتضايق ومخنوق. يا رسول الله، فنظر النبي إليه: يا رسول الله اسمعني. قال: قل يا هلال. قال: ماذا أتصرف إذا وجدت لكاعا يتفخز حليلتي في عقر داري في قلب بيتي، ماذا أفعل؟ قال: يا هلال، انظر ماذا تقول. خلي بالك من الكلام اللي طلع منك، هنحاسبك عليه. قال: كما أقول لك، دخلت إلى بيتي ووجدت لكاعا يتفخز زوجتي فجئت إليك مسرعا. قال: 4 شهود وإلا حد في ظهرك 80 جلدة. هو كل اللي لا يجري يشكينا شكوى نصدقوه؟ كل اللي عايز يطلق امرأته يقول لك كلمتين؟ كل اللي عايز يتهم وحدة بريئة حصان رزان يكتب لها شكوى ويقول لقيت فلان دخل وفلان ايه ده؟
ده إسلام وأعراض وحدود والتزامات. يا هلال انظر ماذا تقول. قال: كما قلت لك يا رسول الله، دخلت إلى بيتي ووجدت لكاعا يتفقز زوجتي، ماذا أفعل؟ قال: أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. قاعد سيدنا سعد بن عبادة سيد الأنصار سيد الخزرج، قال ليه؟ قال النبي: أربعة شهداء. هي أربعة شهود. أنا لو روحت بيتي ولقيت راجل مع مراتي نقول لهم خليكم لغاية ما نروح نجيب أربعة من برا رسول الله، إيه الكلام اللي تقول أنت يا سيدنا النبي ده؟ لا 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 لا، من يتحمل ذلك؟ والله لئن رجعت إلى بيتي ووجدت أحدا في بيتي لأضربنهما بالسيف غير مصبح. وراح ناشك وراح جاي ما تحملش. سيدنا النبي نظر إلى الجلوس مفاجئ انفجار، قول بلا ترمت. قال: أرأيتم ما يقول سعدان؟ قالوا له: طب بس بالهدوء، انت هدي نفسك، احنا نشرح لك الواضع. سيدنا سعد ما يريدش معنا يكسر كلامك ولا يعترض على أوامرك يا رسول الله، ده صحابي مؤمن جليل وانت عارف ده سيد الأنصار، بس الرجل ده عنده الغيرة شديدة خالص ما يتحملش. يا رسول الله، ده لو طلق وحدة من حريمه ما فيش واحد منا يتجرأ يخطبها ابدا ابدا. يا عيني اللي طلقها تقعد زي البيت الوقف لغاية ما تروح المولى، فهو رجل ما يتحملش. وانت بتقول الواحد اللي لقى حاجة يدور على أربعة شهود وكده، قال: المسألة غير عنده. قالوا له: حساس خالص في المشوار، وذلك هو انفجر وهو قاعد ما يتحملش. فقال النبي: لا تتعجبوا من غيرة سعد، أنا أشد غيرة من سعد، أنا أشد غيرة من سعد، أنا أشد غيرة من سعد، والله أشد غيرة مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش، حرم الفواحش. سبحان الله. شوف سيدنا سعد ما قبلش مجرد الكلام، مجرد الكلام ما قدرش يتحمل. أم سلمة بتقول له: يا رسول الله، أنا امرأة غير. شوف يا أخي، الغيرة كانت موجودة عند النسوان، ودول ناس حديث عهد بالدين، يعني كانوا عايشين في الفوضى في الجاهلية. أمال إحنا إيه اللي حصل؟ لما رفع الحياء من بيننا؟ تلاقي الوحدة طالعة مترنكش على مش عشر على عشرة، قول مية على مية، ألف على ألف، وأبوها قاعد في البيت عم يبرم في شنابة على الدك، أخوها كد الدنيا قاعد يتنحنح في البيت، ها؟ وخالها شايفها برا، وتعدي على عمه تقول له: عوافي يا أمكن، ويفرح بنت أخويها تتكلم لغات، ها؟ إذا ذهب الحياء بدأت دولة القرود. دولة إيه؟ القرود. سيدنا النبي كان يقول إيه؟ الحياء شعبة من الإيمان. سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عليه في خلافته الراشدة كان بالليل يلف على الشوارع والدروب يتحسس أحوال الرعية يتفقد، فرح قاعد على عتبة باب ما يعرفش بيت مين ده، أتاري صاحب البيت ذهب مع سعد بن أبي وقاص يقاتل في سبيل الله في القادسية، وسايب المرأة وحدها بين عليها صغيرة سن أو حديثة عهد بالزواج، فقاعدة تتقلب وهي نايمة، فبتقول إيه: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب لي فألاعبه، لولا الله نخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. سيدنا عمر ودنا ركزت على الكلام اللي بيتقال. المرأة دي بتشكي بلوى سود، دي صبرة بالعافية على جوزه، ليه جوزها راح فين دي؟ شوف الكلام: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب لي فألاعبه، لولا الله نخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. سيدنا عمر رحمه دي إشارة للبيت،
علامة كده على الحيط وخد بعضه ومشي يضرب كف بكف. ما هو المسؤول عن الرعية، المسؤول عن الرعية مسؤول عن كل شيء، هي وظيفة وخلاص. أنت خادم للجماهير، ده اللي كح أنت مسؤول عنه، المريض أنت مسؤول عنه، الجعان أنت مسؤول عنه، اللي قلقان أنت مسؤول عنه، اللي ما لقيش ياكل أنت مسؤول عنه، اللي بياكل في الزبالة أنت مسؤول عنه، اللي بيشكو من طقس الحرارة وبرد الشتاء أنت مسؤول عنه. هي دي سهلة؟ دي سهلة يا أخوانا؟ لا. سيدنا عمر مناش في الصبح سأل يا أخوانا البيت اللي بابا كذا في دارب كذا ده بيت مين؟ قالوا له بيت فلان الفلان. طب ده راح فين؟ قالوا له مش في الجيش، ده مع سعد بيقاتل في القادسية. قال خرج مجاهدا في سبيل الله؟ قالوا له أيوه. قال ده متجوز جديد؟ قالوا له أيوه. قال بس 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 خلاص. فذهب إلى ابنته حفصة زوج رسول الله. يا حفصة، قالت لبيك أبتي. قال أسألك سؤالا يا ابنتي وأجيبيني. قالت تفضل. قال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ رحت مغطي وشه وقلت له عفيني يا أبتي. قال له أخذي، إحنا هندردشوك، ده أنا وضعي في بلوى سودة، عايزين نقدم لها حل ومشكلة. يا بنتي أنا ما أسألكش عن اللي في مخك، قولي لي المرأة تستغنى عن جوزها كدية في قضية معايا. فمنعها الحياء، شوف الحياء يا أخي، وأشارت له بأربع أصابع. ممكن الوحدة تصبر عن جوزها غياب كدية أربعة أشهر بس؟ قال لها خلاص كده وصلت. قلت له وانظر إلى قول الله في سورة البقرة، طلع يجري أصدر فرمان ألا يغيب غائب حتى وإن كان مجاهدا في سبيل الله عن بيته وعن زوجته أكثر من أربعة أشهر. قرار عسكري، قرار فرمان رئاسي من سيدنا الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قائد الجند في الشام سعد بن أبي وقاص. اعمل يا أخي أجازات، اعمل استراحات، اعمل نبطشيات اللي هي نبتجيات، كل واحد أربعة أشهر يأخذ أجازة يروح لمراته ويروح لبيته وحاله ومحتال. ليه؟ أراد سيدنا عمر أن يسد المنافس حتى لا يتسرب الفحش إلى بيوتنا، إلى ديارنا، إلى أعراضنا، إلى نسائنا. لذلك ترى في أيامنا هذه العجب العجاب، يقول لك راح الكويت ليه كديه؟ 8 سنين يا مولانا. لا لا متجوز؟ ايوه متجوز، ده سابها حامل والواد دخل على ثالثة ابتدائي. لا اله الا الله، فلان غايب لي 11 سنة وبيرسلهم ولا مقطوع الخبر عنه؟ ما ممكن يكون مفقود او يكون اتعرض للمشكل او مسجون او ما. يقولوا لا، ده كلهم يكلمهم في التلفون، يعني هو خلى العلاقة في الفضائيات بس. الو اخباركم؟ طب بنت الناس دي مش ليها حقوق؟ هو انت اتجوزت عشان تسندها في كوميدينو في البيت؟ ده ليها حقوق. سيدنا النبي اكتر من تلتي خطبة حجة الوداع يقول الله الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. وسيدنا النبي كان يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. احنا محتاجين في افراحنا تبقى فيه هزه اسلاميه زي اللي احنا فيها دي، حاله من الروحانيات نجدد بها العهد مع الله وان نعود الى شريعتنا الغراء، فنصبح اكثر حرصا على اعراضنا. وانا انادي الكل، واعرف ان اهل الكوامل بحري وقبلي واهالينا في صهاد اكرم ناس وافضل ناس. أنا أنادي الكل رفقا بشبابنا في المهور، يسروا الزواج للشباب لنعف أنفسنا، نحصن فروجنا ونحفظ أعراضنا. نحن في احتياج إلى عودة للدين يا أخوانا، الدين يسر. سيدنا النبي كان بيجوز اللي ما لقيش خالص، يقول له التمس ولو خاتم من حديد. ضبيحة الحديد
ده سيدنا النبي عايز يعمل سبب بس، زي وهزي إليك بجذع النخل، وحدة والدة نزل منها دم أعصابها تعبانة، يقول لها هزي النخلة، ده سبب بس، ده سبب. إنا جعلنا لكل شيء سببا، سبب. سيدنا النبي جوز واحد بحديدة، واحد تاني قال له معكش حدا بدان، قال له السماء والطارق. ملكش حدا بدان، قال له السماء والطارق يا رسول، والله لا أملك إلا سوي بهذا. وشاب في مقتبل العمر والقوة والشباب والطيش والاندفاع والشبق والشوق والاشتياق، قال له النبي طب ما تحفظت حتى قل هو الله واحد، قال له حفظها، طب سمعها لي، سمعها للنبي، قال بها زوجناك. طب ده احنا عندنا شباب حفظ القرآن وما لقيش ياكل، عندنا ناس حفظ القرآن بالقراءات وما قادرش يتجوز، عندنا علماء معينين ومع ذلك ما قادرش يعمل شقة ولا كد المهور، لأن النساء عندنا أصبحت سلعة محرمة لا يقوى على الاقتراب منها إلا من جاء من الخارج أو كان صاحب زرع وضرع. يا إخواننا ما ينفعش، رفقا بشبابنا وحرصا على أعراضنا وبناتنا، عودة إلى تيسير المهور، أقلهن مهورا أكثرهن بركة، كلام النبي محمد. أسأل الله عز وجل أن يبارك لعريسنا في هذه الليلة المباركة، أستاذنا الأستاذ خالد رجب محمد همام، اللهم يسر له ليلته وبارك له في عروسه، اللهم بارك لهما وبارك عليهما وصب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا، اللهم وفقهما في ليلتهما واجمع بينهما في خير، اللهم اجعلهم من أصحاب الزرية الطيبة وعوض عليهم خيرا وأكرمهم بزرية طيبة مباركة، اللهم أمين. اللهم زوج كل شبابنا واحفظ كل أعراضنا، بارك الله فيكم وفي ليلتكم.